ومكملين بفقرات صباحنا. أكيد يا فرح، رح نروح لفقرة كتير مهمة وهي الفقرة الاجتماعية، وكتير مننا بنسأل بحياتنا إمتى فينا نتغير، ودائما بنقول هاي الجملة بيننا وبين بعض، أنا لازم أتغير، خلص قررت. لازم. كم مرة أخذتي قرار التغيير؟ كتير سلمى، وكمان بحس إنه ممكن العمر بيلعب دور كتير كبير، والنضج ويمكن التجارب وخبرات الحياة هي بتلعب دور كتير كبير بالتغيير، وبنفس الوقت إرادة الشخص. صحيح فرح، الكل مرتبط مع بعضه، سواء التغيير الشخصي أو حتى تغيير لتفاصيل معينة بحياتنا، مثل تغيير مكان الإقامة، تغيير المهنة أو الوظيفة. في كتير أوقات ناس بيشتغلوا لفترات طويلة مهن ما بيحبوها، وفجأة بيقرر أنا بدي أتغير وأعمل الشيء اللي بحبه. رح نحكي بشكل عام عن التغيير وفوائده وإيجابياته بحياة الإنسان والتفاصيل مع ضيفتنا طبعا اللي صارت بالاستوديو، الدكتورة شفاء سوان، اللي رح تطلعنا عن كل التفاصيل وهي اختصاصية اجتماعية. صباح الخير دكتورة. يا أهلا وسهلا، يسعد لي صباحكم. يسعد صباحك. صباح التجدد والتغيير الإيجابي. صباح صوتك الحلو على طول دكتورة. يسعد لي صباحكم يا رب. اليوم عم نحكي كثير عن التغيير، وكل سنة جديدة، خاصة نحن هلا ببداية الشهور الأولى من السنة الجديدة، دائما نحلم بالتغيير نحو الأفضل. قديه اليوم شو هي الخطوات الأساسية، خلينا نحدد يلي الشخص ممكن ينطلق منها لحتى يقول أنا بلشت أتغير؟ هلا البداية هي تبدأ من الإرادة، وإني أنا أعرف بعد هذا الهدف اللي أنا حطيته شو الأشياء اللي لازم غيرها بحياتي لحتى أوصل لهذا الهدف. علاقات كتير لازم نغيرها، عادات صحية لازم غير. أنا مثلا بدي أوصل لوزن معين، أو بدي أوصل لمثلا دراسة معينة، أو أعمل أي شيء، في عادات كتير وأشياء وأشخاص لازم نتخلى عنهم برحلتنا لهذا الهدف أو هذا النجاح اللي بدنا نوصل له. في كتير ناس ممكن يكونوا معيقين لنجاحنا، بيضيعونا وقتنا، فهدول الناس بالغالب رح نتجاوزهم. مو معناته انه نحن ما منحبهم او هيك، لا نحن منحبهم بس بعدين منرافق ناس بيشبهوا هدفنا ليوصلونا لهدفنا. مثلا بالدراسة بيوصلونا بدراستنا، بالوزن ناس مثلا بالنادي بيوصلونا لنوصل لوزن مثالي، بعادات صحية، بأشياء عادات كتير، مثلا عادات النوم بكير، هي كل الأشياء والعادات اللي نحن بنمارسها بحياتنا هي بتكون إما بتوصلنا لهدفنا أو بتعيق وصولنا لأهدافنا، وهي كتير مهمة قصة العادات. الشغلة الثانية، حدد زمن لوصولي لهذا الشيء. كل أسبوع أو كل شهر حط خطة أني أنا شو بدي أعمل بهذا الأسبوع، وتقييم ممكن وقيم أنه أنا قد أنجزت بهذا الشيء. إذا أنا أنجزت 70-80% بيكون كتير منيح، يعني مو ضروري 100%، لانه اوقات بيجي علينا لازم نكون مرنين. كمان الخطه لازم، كل ما كانت الناجحه هي كل ما كانت اكثر مرونه، اكثر مرونه مع الاشخاص، مع الظروف، مع الاحداث، مع الاشياء اللي نحن بتمر علينا بالغالب. يعني طيب دكتوره، في كثير ناس بيقولوا لك انا علي قيود ما عم بقدر اتخلى عنها، مثلا هي اللي عم بتعيقني بالتغيير، مثل قيود بالبيت، قيود بالشغل، قيود بالحياه، وفي ناس مثلا ما بقدر انه انا اتخلص منهم، شو الحل؟ كيف بيواجه الإنسان هاي القيود؟ كلمة قيود هي منطقة الراحة. يعني أنا بدي ضل بهي المنطقة لأنه أنا شاعر بالأمان، أنا بوظيفتي هي شاعر بالأمان لأنه أنا باخذ هذا الراتب كذا كذا، ماني مستعد غامر. بينما نحن بنشوف بالعالم أي إنسان هو اللي غامر، هو اللي نجح، هو اللي جاب مال أفضل، هو اللي كان بصحة أكثر، اللي ساوى أشياء إيجابية. مثلا أنت لما بتفوت بحياة صحية وأنت حياتك مو صحية، فأنت أول شيء بدك تتعذب، تقول لا، بدك تطلع من منطقة الراحة لمنطقة إني أنا بدي جاهد نفسي. أول شيء لازم تعمله إنك أنت تكون قائد لنفسك، يكون في تحمل مسؤولية. كل ما كنا أكثر مسؤولية ووعي مثلا بمصلحتنا، بقديه محبتنا لجسدنا، محبتنا لعقلنا، محبتنا للهدف اللي نحن الشغف، بنشوف كتير ناس بلشوا من الصفر بأشياء كتير، مثلا بصناعة السيارات، بكتير اختراعات من الصفر ولا شيء كانوا، لكن شغفهم بالشيء وحبهم للشيء اللي هن رسموه ببالهم والهدف النهائي اللي حطوه هو اللي خلاهم يضلوا يتحملوا، يضلوا يحاولوا، يضلوا يصبروا، يضلوا عندهم هي الإرادة. حتى اللي حواليهم غالبا بمحيطنا ما بيكون في ناس داعمين ببداية أول فكرة أو نجاح أو تغيير وقت خروجنا من منطقة الراحة، لكن في ناس حيأمنوا فينا، ممكن أخ، ممكن صديق، ممكن زوج، ممكن زوجة. يعني الفكرة أني أنا ما أنطر حدا ليآمن فيني، أنا آمن بذاتي لحتى أطلع من منطقة الراحة، لأنه ما في شيء اسمه معيق مدام أنا أردت، مدام أنا قررت أني أطلع من منطقة الراحة. لأنه بعد منا حيصير في أول شيء، أول ما نطلع من منطقة الراحة بيصير في خوف، بعدين في تطور، بعدين بننمو، بصير هي القصة عادية، بصير في نمو وازدياد أكثر بالشيء اللي نحن بدنا نوصل له. بينما لما أنا ضليت منطقة الراحة، منطقة الراحة هي منطقة بالنسبة إلى آمنة،
ما بتوجع ما بتألم. مشكلة دكتورة دائما بتحسي انه الصعوبة عم بتكون بالخطوة الأولى يلي هي بتبعها خطوات كثيرة لحتى توصلنا للهدف. كيف الشخص إن كان قوي الإرادة أو حتى هش في بعض الأماكن كيف بتنصحي إنه يبلش بهي الخطوة الأولى بشجاعة؟ بتنصحي ممكن دكتورة إنه يشارك هدفه أو يحتفظ فيه؟ لا يشاركه، وبنفس الوقت التغييرات مو ضروري تكون تغييرات هائلة بوقت قليل. التغييرات هي البسيطة مثل أثر الفراشة، أثر الفراشة هي تغييرات بسيطة لكن هي بتعمل إعصار في النهاية أو بتعمل شيء عظيم بالنهاية. فهو الإنسان لما بيعمل تغييرات بسيطة بحياته، تغييرات بعادة أكله، عادة نومه، عادة الأصدقاء اللي موجودين حواليه أو البيئة المحيطة حواليه، ممكن ينتقل من مكان لمكان، ممكن يسافر. في أوقات شغلات كتير ممكن إحنا نساويها، بس أنا إني أنا حط ببالي إني أنا ما خاف من إني أنا أغير. أهم شيء أنا، لأنه أول شغلة بيتعرض لها الإنسان اللي يطلع من منطقة الراحة هي الخوف، إني أنا بخاف إني أخسر شغلي أو كذا. فأنا كمان أنا وقت بدي مثلا أطلع من شغل أو أعمل شيء معين، خليني فوت برات منطقة الراحة، بس خليني كمان بشوي بمنطقة الراحة إذا كان في بيعرضني بيخليني بإحساس بالأمان. بعدين بقى ممكن أطلع بالمرة من هاي المنطقة الراحة لمنطقة فيها مغامرة، فيها تعب شوي ببداياتها، بس بعدين بالنهاية أنا برتاح وبصير بتمنى إنه أنا ياريتني من زمان غيرت هاي المنطقة الراحة اللي أنا كنت فيها. طيب دكتورة، أحيانا كتير بنسمع أنه مو دائما التغيير بيكون إيجابي أو بقرار من الشخص، أحيانا التغيير بيكون سلبي، ويمكن ممكن أزمة معينة، موقف، حادث، شيء تعرض له أو تعرض حدا له، فبالتالي هو صار عنده ردة فعل. بنسمع هذا الشخص من الفترة الفلانية أو من الحدث الفلاني تغير، ما عاد الشخص اللي بنعرفه. إمتى بنعرف إنه نحن التغيير صار سلبي بحياتنا مو إيجابي؟ شغلة بتكون ما كتير إيجابية إذا كانت إذا كان التغيير هو قسري، مثلاً مريت بظرف معين فأنا اضطريت إني أغير، فهذا التغيير حيكون متعب أكثر من إني أنا أتغير وأنا بقرار نفسي بتحمل مسؤولية. لما أنا بتغير بطريقة سلبية تجاه أي موقف أو حدث مثلاً بمر علي، بيزيدني حزن، بيزيدني ألم، بيزيدني اكتئاب، عزلة عن الناس، هذا معناته أنا لازم راجع أفكاري، شو الأفكار اللي وصلتني لهيك. لأنه بداية أي إرادة أو أي شيء بدنا نساوي أو تغيير بحياتنا هي أفكارنا. مجرد ما نحن غيرنا أفكارنا تجاه أي موضوع، يعني ردات فعلنا أو استجابتنا، إما ردات فعل أو استجابة. هلأ لما بنكون نحن منرد على أي موقف سلبي بنتعرض له بطريقة ردة الفعل، فنحن حنتأزم أكثر. إذا ردينا باستجابة يعني نشوف الأشياء المضيئة بالشيء اللي نحن مرينا فيه، قد ما كان سلبي ما في شيء سلبي بالمطلق، ما في شيء إيجابي بالمطلق، أكيد في إيجابيات لازم نشوفها بهذا الموقف اللي أنا مريت فيه. مثلا في ناس بيشوفوا أنه طلع من الشغل أو أنه حدا طلعهم من شغلهم هي كتير كارثة، لا هي مو كارثة، بجوز الله خلاك تترك هون لتطلع لمكان أفضل، بجوز أنه حدا لك لازم تطلع من هذا البيت، انه انت معناتها انه بجوز الله باعت لك الافضل والاحسن يعني، لكن بالوقت المناسب. الفكره ما الانسان يتقيد بمنطقه الراحه ويخليه يعطي لعقله فرص ولحتى يطلع لمنطقه افضل واحسن ويتغير حاله للافضل. طبعا دكتورة، اليوم الوسط المحيط قديش ممكن يكون هو وسط داعم إن كان من أقرب المقربين للشخص الراغب بالتغيير، خلينا نقول من أم وأب وأخوات إلى آخره، وقديه ممكن يكون هو محبط فعلا وممكن يوقف بوش هذا الشخص اللي هو فعلا حابب يعمل تغيير جذري بحياته؟ هلا شفنا الناس الناجحين بحياتهم غالبا كان في دفشة محبة واحتواء من الناس اللي حواليهم، مقربين، زوجة، ابن، اولاد، كانوا مآمنين فيهم. وفي ناس كمان بالمقابل كمان نجحوا وابدعوا، بس مقابل انه مثلا مثل اديسون كانت مرته مو مؤمنة فيه ابدا مثلا، ناس كثير يعني كمان ما آمنوا فيهم الناس المحيطين فيهم، بس مع هالشيء شغفهم، حبهم لنفسهم، الشعور، مجرد الشعور بالإنجاز وتغيير الواقع للأفضل هو شعور بيعطينا رضا عن الذات. يعني نحن ما في حاجة لحدا يدعمنا ويسقف لنا لحتى نحن نوصل للي بدنا إياه، لأنه في شيء جواتنا عم يسقف لنا، شيء جواتنا عم يدعمنا، هو حبنا لذاتنا وحبنا للشيء وشغفنا بالشيء اللي نحن بدنا نوصل له. صحيح، بس للأسف كتير ناس بتنتظر هذا الشيء، يعني بتقلك إنه أنا ما شفت مثلاً تقدير معين على شيء عملته أو شيء، مثلاً إذا صبية عم تعمل رجيم بتقلك ما حدا قال لي نحفانة، فبصير عندها شعور نفسي صعب ممكن توقف الشيء اللي عم تعمله. ونفس الشيء مثلاً ربة المنزل أحياناً ما حدا حس مثلاً أنا عملت لهم تغيير معين
بشكلي بشي اللي بعمل لهم اياه بالعاده غيرت تفاصيل، فلما الشخص ما بياخذ هذا التقدير احيانا كثير ببطل انه هو يكمل. بس لا، هو وين الاستمراريه؟ الاستمراريه قد انا بحب ذاتي وقد انا بشوف الصوره النهائيه اللي انا وصلت لها. هلا كثير بنشوف ستات دي صعبه وبدها بيعطوا بيقدموا بس بيلاقوا الثمره بس ليكبروا اولادهم وهيك بصيروا بيقدروهم وكذا، وانه اعطيتينا من وقتك اعطيتينا من جهدك. انت مثلا في كثير، انا في صديقه مره شاركتنا قصتها، فهي قالت انه قدمت البكالوريا مع اولادها لانه هي كان اولويتها اولادها، بس هي ندمت على انه كثير عطت من وقتها لاولادها وزوجها اكثر من انه هي عطت لحالها. كان فيها تتوازن بهذا الشيء، يعني في كثير ناس بيندموا للحظه معينه انه انا ليش ما اعطيت توازن لإلي ولاولادي، لإلي ولعائلتي، لإلي ولشغلي. فالحلو الانسان يفكر بتوازن بالوقت المناسب، او حتى لو ما الوقت مناسب ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا، ما دام في فرصه شمس عم تطلع وفي حياه جديده معناتها فيني انا اعمل شغلات ومعجزات كثير عظيمه اذا انا قررت واردت هذا الشيء. حلوه هي الفكره دكتوره. اليوم لما بنحكي كمان عن هذا التغيير، كثير اشخاص يمكن خلينا نضل شوي بالوسط المحيط، لانه انا بشوف بعض الاشخاص من الشخصيات ممكن اللي بتحب فكره التشجيع وبتحب فكره الدعم. اليوم المؤشر الاساسي اللي ممكن نحن نشجع فيه الشخص انه هو فعلا على الطريق الصحيح ندعمه، خاصه اذا هو بيعني لنا كثير ومن الدائره الضيقه مثل ما بنقول، كيف نحن بنقدر ندعمه ونشجعه لحتى يكمل مشواره؟ اول شيء نسمع له بالتفصيل، بتفصيل شغفه، بابتسامه، بمراقبه لغه جسده، يعني بكل تفاصيله. اني انا شوف الاشياء اللي بيهتم فيها، مثلا انا زوجي بيحب السيارات بيهتم فيهم، ايه والله شفت السياره الفلانيه، طلعت القصه الفلانيه بهي السياره، صار هذا الشيء، صار هذا الاختراع مثلا بهي المنطقه الفلانيه، مثلا بيختص بالزراعه بالصناعه باشياء كثير، انه اليوم انا مشاركته اهتماماته بصير انا بتابع الشغلات اللي بيهتم فيها. هو مقابل الزوج الناجح او دائما الشركاء الناجحين يلي بيهتموا بتفاصيل بعض وبيدعموا بعض بتفاصيلهم، ولو كان ما بيحب هي التفاصيل، بجوز هو بيحب موسيقى معينه هي ما بتحب موسيقى هي معينه، بجوز هو بيحب يقرا للكاتب الفلاني هي ما بتحبه، بس الحلو بالموضوع انه انا ممكن اهديك كتاب انا ما بحب كاتبه لانه انت شريكتي وزوجتي ورفيقتي بحياتي. هي هيك بصير الدعم، الدعم بصير انه انا بضل بقدر الاشياء اللي بتهتمي فيها، بقدر حتى تفاصيلك، تفاصيل انه غيرتي شعرك، غيرتي سويتي شيء بالبيت، غيرتي شيء بالبيت معين. حتى المدير الناجح باي مؤسسه وباي مكان هو اللي بيهتم بتفاصيل موظفينه، مثلا باعياد ميلادهم، بالاشياء البسيطه، بالتغييرات اللي بتكون معهم، باحزانهم يكون لهم داعم مثلا يعني يكون داعم بلحظات الحزن، يضل يشاركهم ليش انت تعبان، ليش وشك مو على بعضه، صار لك كم يوم مالك مبين. هي التفاصيل بتعطي ولاء كتير كبير للمكان اللي نحن بنكون فيه سواء عائلة أو مؤسسة. صحيح. فكل ما كنا أكثر داعمين للناس اللي حوالينا كل ما كنا أكثر حتى بالمقابل بصير العطاء، لانه انا رح اعطي بدون شروط وبدون طبعاً. حدود لما انت بتكون مهتم فيني لهي التفاصيل، هي بسيطه جدا ولا تكلف شيء الا فقط الاخلاص والمحبه بالناس اللي معنا انه نعاملهم كانه حدا من عائلتنا. طيب دكتوره، بهي الفكره بالذات في كثير ناس وبنسمع حاليا، يعني اذا بتعرفي كثير مؤثرين بينشروا على وسائل التواصل الاجتماعي عن تجاربهم وعن حياتهم الاجتماعيه، بيقولوا لك نحن وصلنا لمرحله بطلنا بقى نسأل إذا حدا مقدر أو لا، بطلنا يفرق معنا إذا حدا قالنا يعطيكم العافية أو لا. تمام. وصلنا لمرحلة من الاكتفاء. تمام. خلص أنا عم بعمل الشيء اللي بيريحني وأنا راضي عنه، وبنفس الوقت الشيء اللي عم يزعجني ما عم بقدر غيره وعم طنشه. تماما. طيب هذا حل؟ طبعا هذا قمة الوعي لما انا بكون بحاله اغتناء وامتلاء. انا ما لي بحاجه لحدا يدعم لي ويسقف لي لحتى اوصل للي بدي اياه، انا ما لي بحاجه لحدا يضل يقول لي انه والله برافو عملتي هيك وساويتي هيك، لا حتى انا بطلوا يفكروا بحلول للشيء اللي عم يزعجهم، خلص صاروا يطنشوه. تماما. هو لانه تجاهل اي شيء مزعج بالحياه هو بخليه يتحجم، بينما تركيزنا على المنغصات بخليها تكبر وتتضخم ويصير معنا اشياء بتشبهها بالحياه، بينما كل ما تجاهلناها بصير وركزنا على الاشياء المفرحه نحتفل باشياء بسيطه ولو قد ما كانت بسيطه نحتفل فيها. كيف الولد الصغير بيحتفل ببالونه، بيحتفل بقصه، بيحتفل اذا ضحكتي بوشه وانبسطتي وضحكتي بيضحك بينبسط. نعيش اللحظه والان. ميزه الانسان الناجح واللي عم يتغير بطريقه ديناميكيه وسريعه هي، او مو سريعه، متسارعه، لانه سريعه غلط، بس يكون لازم الانسان متسارعه يعني ورا بعض، يعني هي بيكون الانسان هو اصلا عنده رضا عن ذاته وما له متعطل على حدا، وبنفس الوقت يتجاوز، يعني وقع مطب
بينفض وبيكمل، ما بيضل على الان وبيضل عم ينوح. دائما الناس اللي بينوحوا على الاشياء الحزينه اللي بيمروا فيها او بيذكروها كثير فهن بيضلوا على الانين فيها او ما اشباهها فيما بعد. اما اللي بيتجاوزوها وكثير، وكل الناجحين بحياتنا، كل شيء ناجح بحياتنا شايفينه بحياتنا هو تجاوز وعاش اللحظه والان، يعيش اللحظه ويستمتع فيها وبعدين يكمل لهدفه وطموحه اللي بده يوصل له. بس اليوم كمان دكتورة منشوف أنه شخصيات الأشخاص بتختلف من شخص لآخر، ومثل ما قلنا حسب التجربة وحسب العمر، وإذا بدنا نحكيها بلهجة أبسط منقول حسب مو مدعوك بالحياة ومو معاشر أكثر. فاليوم هذا الشخص يمكن كيف فينا نحن نعطيه هذا الدعم بشكل كتير كبير، خاصة إذا كان مثل ما قلنا ما عنده هاي التجارب الكبيرة، ممكن وقع بمطب واحد ما عاد قدر يقوم ويكمل، وهي منشوفها عند كتير من الأشخاص أنه أنا تعبت، ممكن من مطب صغير يوقف، ممكن من شخص حكى كلمة يوقف أو تعرض لتنمر معين. فهون كيف في الشخص يتعامل مع هذا الموضوع؟ ما يستسلم، والمواجهة دائما. أنا لما بهرب، في كتير ناس بي عندهم فكرة الهروب إما بالنوم أو بالاكتئاب، حلو ننام لفترات بس لحتى نراجع ونفلتر ونشوف شو ممكن إنه نساوي بعد ما مرينا بهي الأزمة. الاستجابة هي أفضل طريقة لرد على أي شيء بنمر فيه بحياتنا، مو ردات الفعل. ردات الفعل بتوصلنا لحالات الاكتئاب وبنضل بنحاول بننسى، بننسحب فترة، ضروري الواحد ينسحب بفترة من الفترات أو ينعزل شوي بس ليراجع، مو لينسحب لينزل لتحت نفسيا وروحيا وعقليا، يعني يزعل وينقهر ويمرض. لا، دائما أنا بقول صحتك بالدنيا طنش كتير. في كتاب اسمه فن اللامبالاة بيعلمك أنه أنت مو كل شيء تاخده على محمل الجد. مثلا أوقات ناس بيعصبونا، لازم من الحلو أنه نبتسم، مو يعني مو لأنه أنا إذا بدي أعصب مثله فأنا رح بالنهاية رح أخسر جسدي، أخسر هذا الشخص. بجوز ابتسامتنا أو سكوتنا وصمتنا بهاي اللحظات بيكون جدا قوة لما أنا بكون يعني بهاي المرحلة. بينما مثلا لما بهدر وقتي وجهدي وبضل أفكر أنه أنا ليش مريت بهاي، دائما فكر ببدائل. حتى بلحظات الاكتئاب مر انعزل كثير، انا مقدره هذا الشيء وكلنا بنمرق فيه وكلياتنا كنا، يعني في ناس كثير حملوا مسؤوليات على صغر، بس بالنهايه هي الاخطاء والعثرات اللي احنا بنمر فيها هي بتخلينا اقوى. بيقولوا الضربه اللي ما بتكسر ظهرك بتقويه، فهي كلها شغلات لتقوينا بالحياه فيما بعد، لانه الله عاملك لامر اعظم واجمل وافضل. ودائما واعتقادنا بانه هي الكسرات بتجي لتعطينا امر مهم واجمل وافضل، فهو حيجينا الافضل والاجمل وتعطينا هي انه نرجع نقوى من جديد. بينما اذا انا انسحبت فبالمقابل ما حدا حيفيدنا ولا حدا حيقلنا وينكم، ناس حتواسينا بكلمات والشامتين حيشمتوا فينا. ليش نحن لنخلي الشامتين يشمتوا؟ في كثير ناس بلاقي على الحالات بيحطوا انه حزنانين ومرضانين وزعلانين وكذا، ليش تتخلي عدوك يشمت وصديقك وحبيبك يزعل عليك؟ لا، انا بدي خلي حبيبي يفرح وعدوي يضل انه مراقب، يراقب نجاحي من بعد. فأحسن شيء نعمله لحياتنا أنه نحن نحب ذاتنا وننجز بحق ذاتنا. أكيد، ودائما بنقول دكتورة التغيير هو سنة الكون، يعني ما في شخص بيبقى على حاله. حتى القرآن الكريم ذكر أهمية التغيير وقال لرب العالمين أنه هو ما رح يغير حال الناس إلا إذا هن غيروا من أنفسهم. النصيحة الأخيرة اللي تحبي توجهي لنا إياها اليوم؟ النصيحة الأخيرة: من لا يتجدد يتبدد. الإنسان اللي ما بيتجدد وبيغير حياته كل يوم وبيشوف كل نهار هو فرصة لأني أنا أكون أفضل وأحسن وأجمل، وإني سامح وأتجاوز وبلش أسامح أول شيء نفسي وسامح كل شيء حوالي أذوني، بس إن علموني إني يكون أقوى وأفضل وأجمل، وهيك يعني هذا أهم شيء. أكيد، شكرا لك ولنصائحك الحلوة يا دكتورة. بنتمنى أكيد كلياتنا نكون استفدنا منها، وإذا ما استفدنا منك لو بجزء بسيط، لأنه مثل ما قلنا الخطوة الأولى هي أساس كل شيء. بدي أتمنى لك بقية نهار حلو. شكرا لك. شكرا لك دكتورة ولوجودك معنا. يا ميت هلا.